السلام عليكم ورحمة الله. يا إخوان بخير. المهم جاتني ألقاها واحد دي الفكرة الحلقة وبغيت نشاركها معكم. أجي نتعاونوا، هذا هو عنوان الحلقة ديالنا. كيفاش غادي نتعاونوا؟ يعني أي واحد عنده هواية أو صنعة أو يعني كيبيع ويشري، راه ممكن يستغل هذه القناة. يعني هذه القناة كما كتشاهدوا الاخوه راه بدات يعني كتوسع وكتكبر الحمد لله وكتعرف. يعني مبغيتش نبقى انا الواحد اللي يعني كنستغلها، يعني بغيت اي واحد من المتتبعين يعني يستعملها. كنتي شي مشكل، مرحبا، حتى لما درناش هكا وتعاوننا بعضياتنا ما نزيدوش القدام. يعني اي واحد عنده شي صنعه، مثلا زليج، القابس، النجارة، يعني أي حاجة، خياطة، المهم أي صنعة، أي حرفة، أي دومين أبغى يعني يشاركوا معنا في القناة، مرحبا به. هانية هانية، يصيفط لي غير الصور مثلا وأنا راه غادي نمونطيهم قادو ونحطهم، ماشي مشكل، نتعاونوا بعضياتنا والله يسهل على الجميع. ونقطة واحدة أخرى، يعني أي واحد يعني مبغاش يحط مثلا عنده صور، من الاحسن يديرهم على شكل فيديو في حال هاد الصور اللي كتشاهدوا الان، يعني يديرهم على شكل فيديو ويخليهم. يعني اي واحد جا عنده شكليه ولا بغى يصيفطهم على الشكليه، من الاحسن يصيفطهم له على شكل فيديو. شكل فيديو كيجيو زويونين، يعني كيجيو هذاك الشيء كيبان. نتوما كيما كتشاهدوا دابا في الفيديو، يعني كيبان هذاك الشيء زويون مقاد. يعني اي واحد ما يعني كيلقى صعوبة في المونتاج ويعني ما يعرفش يعني مونطي وهكا، يعني ماشي مشكل، يصيفطهم لي ونقدم له ونصيفطهم له الدنيا. يعني تعاونوا بعضياتنا. هادي بالنسبة للصور، انا شخصيا يعني الطريقة كنديرها يعني مع العائلة ديالي صراحة، وكنصح بها. يعني ممكن يكونوا عن الصور بزاف مثلا ديالي او ديال الولاد ديالي والدار والعائله، يعني كنصايبهم على شكل فيديو وكنخليهم يعني، وكندير معاهم شي موسيقى او شي اغنيه كتعجبك ولا هكا يعني، وكتخليهم. وفاش كيكون يعني وقت الفراغ ولا هكا، بنادم راه كي يعني كيبغي مره مره يرجع الذكريات ولا هكا، يعني كتشاهدهم على شكل فيديو، يعني كيكون هذاك الشيء احسن، احسن من الصور. وتا يعني ما كيكونش عندك واحد الاكتيدات كتير ديال الصور في الهاتف ديالك. المهم هذه فكره يعني تنستعملها، بغيت نشاركها معكم. وبالنسبه يعني للقناه، راه اي واحد ممكن يعني يجي يحط المسائل ديالو، مرحبا به. انا نخلي لكم يعني رقم الهاتف ديالي في صندوق الوصف، ويعني اي واحد راه لا بغى راه يصيفط لي المسائل ديالو يعني او الصور في يعني في الواتساب ونقدم له. وبغى يعني يحطهم في القناه، مرحبا به. بغى يعني يستعملهم غير الخصوصيات ديالو يعني، او يعني مع الكليان ديالو، راه داك الشيء تيبقى كل واحد والاختيار ديالو. المهم جاتني فكره بغيت نشاركها معكم، وكنتمنى يعني تلقى الاعجاب ديال المتتبعين، حيت لما طورناش ذاتنا راه ما نزيدوش القدام، ولا بقينا يعني كل واحد يعني حاقد على شي واحد راه ما نزيدوش القدام. يعني راه اللي متعاوناش الخوت ودرنا يد في يد، راه ما عمر شي واحد يعني غادي يزيد. المهم اي تساؤل الاخوان في المجال ديالنا ضروري يبقى هذاك، يعني هذاك راه يبقى يعني المجال ديال تجارة الملابس ضروري راه كاينه. اي واحد عنده شي تساؤل دابا راه كيعيطوا لي الحمد لله يعني المتتبعين، يعني اي واحد شحال من واحد الحمد لله يعني كيفرحني صح، كيقول لي باغي ندير محل وكا وكا يعني، وتيقول لك يعني كان عندي تخوف من هذا المجال، تخوف كبير. علاش؟ ما كانش عنده المعلومات الكافيه. وتيقول لك يعني من اللي سمعتك يعني في هذه القناه ويعني وتقبلت يعني بالفكره ديال هذه المساله هذه، يعني تشجعت. وهذا الحمد لله يعني هذا انا عاوتاني كيشجعني، يعني كت يعني تساعد الناس باش يزيدوا القدام. ولهذا الخوت
يعني اي واحد خصو شي حاجه راه مرحبا به، بابي راه مفتوح للجميع، بغى يحطها في القناه مرحبا به، بغى شي تساؤل مرحبا به. المهم كنتمنى يعني هاد الموضوع ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى يعني نزيدو القدام ويكون على خير ان شاء الله بحول الله. المهم نخليكم مع بعض الصور، كاين الناس اللي كتعجبهم يعني هاد الصور هادو، انا شخصيا كيعجبوني يعني هاد الصور هادو، كنحتفظ بهم بزاف يعني، كنديرهم على شكل يعني فيديوهات خاصة بيا، وقلت فلما لا نشاركها مع الخوت. يعني حنا راه هنا في هاد القناة هادي راه يعني اصدقاء وعائلة، ويعني وكنشاركوا بزاف الامور، ولهذا مبغيناش يعني يبقى واحد الحاجز بيناتنا. يعني اي واحد مرحبا به. يلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله يا اخوان بخير. المهم جاتني واحد الفكرة وبغيت نشاركها معكم، اجي نتعاونوا. هذا هو عنوان الحلقة ديالنا، كيفاش غادي نتعاونوا. يعني اي واحد عنده هواية او صنعة او يعني كيبيع ويشري، راه ممكن يستغل هذه القناة. يعني هذه القناة كما كتشاهدوا الاخوة راه بدات يعني كتوسع وكتكبر الحمد لله، وكتعرف يعني مبغيتش نبقى انا الواحد اللي يعني كنستغلها. يعني بغيت اي واحد من المتتبعين يعني يستعملها، كاين حتى شي مشكل مرحبا، حتى لما درناش هكا وتعاوننا بعضياتنا راه غنزيدوش القدام. يعني اي واحد عنده شي صنعه، مثلا زليج، القابس، النجاره، يعني اي حاجه، خياطه، المهم اي صنعه، اي حرفه، اي دومين بغى يعني يشاركوا معنا في القناه مرحبا به. هانيه هانيه، يصيفط لي غير الصور مثلا، وانا راه غادي نمونطيهم قادو ونحطهم، ماشي مشكل، نتعاونوا بعضياتنا والله يسهل على الجميع. ونقطه واحده اخرى، يعني اي واحد يعني مبغاش يحط مثلا عنده صور، من الاحسن يديرهم على شكل فيديو فحال هاد الصور اللي كتشاهدوا الان، يعني يديرهم على شكل فيديو ويخليهم. يعني اي واحد جا عنده شكليه ولا بغى يصيفطهم على الشكليه، من الاحسن يصيفطهم له على شكل فيديو. شكل فيديو كيجيو زويونين، يعني كيجيو هذاك الشيء كيبان، هانتوما كيما كتشاهدوا دابا في الفيديو، يعني كيبان هذاك الشيء زويون مقاد. يعني اي واحد ما يعني كيلقى صعوبه في المونتاج ويعني ما يعرفش يعني مونطي وهكا، يعني ماشي مشكل، يصيفطهم لي ونقادهم له ونصيفطهم له الدنيا هانيه، تعاونوا بعضياتنا. هذه بالنسبه للصور، انا شخصيا يعني الطريقه كنديرها يعني مع العائله ديالي صراحه، وكنصح بها. يعني كيكونوا عن الصور بزاف مثلا ديالي او ديال الولاد ديالي والدار والعائله، يعني كنصايبهم على شكل فيديو وكنخليهم يعني، وكندير معاهم شي موسيقى او شي اغنيه كتعجبك ولا هكا يعني، وكتخليهم. وفاش كيكون يعني وقت الفراغ ولا هكا، بنادم راه كي يعني كيبغي مره مره يرجع الذكريات ولا هكا، يعني كتشاهدهم على شكل فيديو، يعني كيكون هذاك الشيء احسن، احسن من الصور. وتا يعني ما كيكونش عندك واحد الاكتظاظ كتير ديال الصور في الهاتف ديالك. المهم هذه فكره يعني تنستعملها، بغيت نشاركها معكم. وبالنسبه يعني للقناه، راه اي واحد ممكن يعني يجي يحط المسائل ديالو مرحبا به. انا نخلي لكم يعني رقم الهاتف ديال في صندوق الوصف، ويعني اي واحد راه لا بغى راه يصيفط لي المسائل ديال يعني او الصور في يعني في الواتساب ونقدم له، وبغى يعني يحطهم في القناه مرحبا به، بغى يعني يستعملهم غير الخصوصيات ديالو يعني او يعني مع الكليان ديالو، راه داك الشيء تيبقى كل واحد والاختيار ديالو. المهم جاتني فكره بغيت نشاركها معكم، وكنتمنى يعني تلقى الاعجاب ديال المتتبعين، حيت لما طورناش ذاتنا راه ما نزيدوش القدام، ولا بقينا يعني كل واحد يعني حاقد على شي واحد راه ما نزيدوش القدام.
يعني انا اللي متعاوني عشان الخوت ودرنا يد في يد، راه ما عمرش واحد يعني غادي يزيد. المهم اي تساؤل الاخوان في المجال ديالنا ضروري غيبقى هذاك، يعني هذاك راه غيبقى، يعني المجال ديال تجارة الملابس ضروري راه كاينه. اي واحد عنده شي تساؤل دابا راه كيعيطوا لي الحمد لله، يعني المتتبعين، يعني اي واحد شحال من واحد الحمد لله يعني كيفرحني صح، كيقول لي باغي ندير محل وكا وكا يعني، وتيقول لك يعني كان عندي تخوف من هذا المجال، تخوف كبير، علاش ما كانش عنده المعلومات الكافية. وتيقول لك يعني من اللي سمعتك يعني في هذه القناة ويعني وتقبلت يعني بالفكرة ديال هذه المسألة هذه، يعني تشجعت، وهذا الحمد لله يعني هذا انا عاوتاني كيشجعني، يعني كت يعني تتساعد الناس باش يزيدوا القدام. ولهذا الخوت يعني اي واحد خصو شي حاجه راه مرحبا به، بابي راه مفتوح للجميع، بغى يحطها في القناه مرحبا به، بغى شي تساؤل مرحبا به. المهم كنتمنى يعني هاد الموضوع ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى يعني نزيدوا القدام ويكون على خير ان شاء الله بحول الله. المهم نخليكم مع بعض الصور، كاين الناس اللي كتعجبهم يعني هاد الصور هادو، انا شخصيا كيعجبوني يعني هاد الصور هادو، كنحتفظ بيهم بزاف، يعني كنديرهم على شكل يعني فيديوهات خاصة بيا، وقلت فلما لا